بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنتكلم شوية عن النصوص او سترينج ان دينامو. فاول حاجة هعملها دلوقتي ان انا عايز اكتب سترينج اي كلام نصي. فهنقول مثلا خلينا نكتب مثلا اي كلمة وليكم مثلا how are you. تمام، كلمة بسيطة خالص ومفيهاش مشاكل خالص. عايز دلوقتي اغير ال how are you دي اخليها كابيتال، فهستخدم شينج كيس. طيب شينج كيس عايزة مني اول حاجة string، تاني حاجة عايزة مني اختار yes or no. يعني هقول له عايز بول بولين اهوت، وهقول له watch عشان نشوف النتيجة هتبقى عاملة ازاي. حتى الان النتيجة ان هي مش كابيتال، فهقول له خليها ترو فهتبقى كلها كابيتال. طيب انا دلوقتي عايز ابدل حرف بحرف اخر، فهستخدم ريبليس. بيحتاج من ايه؟ بيحتاج من ان انا اديله سترينج نص، وهديله كلمة يدور عليها، وكلمة تانية يبدلها فيها. فهقول له المسافة، دور على اي مسافة وبدلها ب اندر سكور بالشكل دوت. فهو يدور على المسافة ويبدلها بالاندر سكور. تعال نبص النتيجة. النتيجة بالشكل دوت. خلينا نقول له واتش. تمام، وكمان ممكن اخد الكلمة دي بعد ما خليتها كده ادخلها هنا في شينج كيس، فاللي شينج كيس اتغيرت لكابيتال وبقى بدل مسافة في اندر سكور. طيب ممكن ناخد ايه بعد كده؟ تعال نبص كده، هتلاقي عندك الكونكيت. الكونكيت بيعمل ايه؟ بياخد نصين ويدمجهم مع بعض في نص واحد. يعني هقول له خد سترينج ديت اي، ممكن ياخد اكتر من نص. شفت اللي حصل ايه؟ وخلينا نقول له زود واحدة كمان وخد المسافة في النص، بمعنى ان هو هياخد اول كلمة هاو ار يو، بعد كده هيدي مسافة، وبعد كده هاو ار يو. هتطلع معايا بالشكل دوت. طيب بعد كده ممكن ناخد مثلا كاونت. ده عبارة عن ايه؟ هديله الكلمة، هيدور على حاجة معينة مثلا المسافة، هيقول لي المسافة دي موجودة كم مرة؟ موجودة مرتين. تمام، طيب ممكن نشوف في حرف كده، حرف الاو مثلا، اقول له دور لي على الاو. الاو لها مرتين. طب الاتش، الاتش موجودة مرة واحدة. طيب نشوف مثلا امر زي لينس، ده عبارة برضو بياخد نص ويبدأ يشوف طوله قد ايه. تمام، بيقعد يعد عد الحروف. احنا عندنا 9 حروف ومسافتين، فهم 11. طيب ممكن بعد كده نستخدم حاجة مثلا زي سبيريت، هيقسم لي الكلمة حسب الحاجة اللي انا اقولها له. فانا اقول له قسمهم لي حسب الفراغات، كل ما تلاقي فراغ اعمل كلمة جديدة. فنيجي نبص كده نلاقي ان هو عملهم لستة هاو، بعد كده قسم بروح لكلمة تانية ار، ومسافة في كلمة لوحدها اليوم، قسمهم على 3 تقسيمات. دي بعض الامثلة ازاي نشتغل مع السترينج. هتلاقي مثلا تخليه لور، تخليه ابر، تخليه نمبر. في بعض الحاجات ان شاء الله نستخدمها في المشاريع بعد كده.